نحتاج للشابورة 3 بيضات، نصف كوب زيت زيتون، كوب دبس تمر، وشوي من المطيبات اللي هنا، هيل وقرفة وزعفران، تقريبا نص ملعقة من كل نوع. بخلطهن زين، بعدين بنحطها على المواد الجافة. حطيت هنا 2.5 كوب دقيق بر، وملعقة صغيرة بيكنج بودر، وأحط المقادير السائلة اللي خلطتها. هنا بعد ما خلطت، طبعا ما زال الخليط سايل، بحط 1/2 كوب زيادة، يعني الإجمالي 3 أكواب دقيق بر، وبعجن زين. والحين بنحطه وعندي هنا عجينة الشابورة. شوف تبارك الرحمن، قوامه جدا ممتاز، بالدقيق البر وبزيت الزيتون ودبس التمر، يعني صحية بإذن الله 100%. طبعا الوصفة الأصلية اللي أنا مسويتها قبل بالدقيق الأبيض مع السكر والزيت العادي، فتقدرون ترجعون للوصفة الأصلية بإنستغرامي. بس هذه الوصفة تعتبر صحية وتصلح لكبار السن. فالحين بقسمها بحجم هالملعقة دي علشان تصير كلها قياس واحد كذا، أو كورها، أو أسوي خليها مثلا أصابع طويلة كذا، وغمسها بالسمسم. تبون من جهة واحدة ولا من جميع الجهات براحتكم، وأحطها في الصينية. وهنا شابورتنا بعد 15 دقيقة، ما شاء الله تبارك الله، الريحة والشكل ما أحكي لكم، ما شاء الله تبارك الله.